تخيلوا معايا المشاهدين، هذا باطو وحنا جالسين فيه، ما علينا ما بينا حتى دخل علينا الماء وما عندنا فين نهضبوا، والماء غادي كيطلع 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 كيطلع. قصة اليوم عجيبة وغريبة وكتوقع مرة في مليون عام. واحد الراجل عاش تحت البحر في عمق 30 متر 3 ايام. ايها سيدي 3 ايام تحت البحر، لا ماكلة لا ما. 12 واحد كانوا معاه في الباطو كاملين ماتوا، هو بوحده اللي قدر يبقى عايش. كيفاش بقى عايش هاد 3 ايام كاملة تحت البحر؟ وشنو السبب الرئيسي اللي خلاه يبقى على قيد الحياة؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في حلقة اليوم، غادي نتفاجئوا ديال بصح، خليكم معنا. وقبل ما نبداو ما تنساوش واحد ابوني ولايك وكومونتير وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وتقاسموا هذا المحتوى مع اكبر عدد ممكن من الناس باش تعمل الفائدة. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك سامع، معكم سفيان سامع. واحد طباخ نيجيري سميتو أوكين هاريسون عنده 29 عام، خدام في واحد السفينة من بين السفن اللي كينقلوا النفط أو ناقلات النفط. هاد السفينة هذه كتشغل ببحر نيجيريا وفيها 12 بحار. هاد 12 بحار اللي كانوا معاه كاملين ماتوا إلا واحد فيهم اللي بقى عايش، اللي هو أوكين هاريسون اللي عاش أعجوبة إلهية. في ليلة 29 ماي 2013 كانت السفينة ديالهم بعيدة بمسافة 32 كيلومتر على السواحل النيجيرية، بالضبط في عمق خليج غينيا. في الرابعة ديال الصباح أوكين هاريسون مشى للطواليت، فالوقيت اللي مشى فيها هو للطواليت واحد الموجة عالية وكبيرة بزاف وقوية هزت الباطو وقلباته بكل شيء اللي فيه. وعقلوا ليا مزيان على هاد المشية ديالو للطواليت في هاد التوقيت بالضبط، لحقاش المشية ديالو للطواليت كانت من بين الأسباب الرئيسية باش ينجم الموت. وكيف شمت صحابه وعلى صحابه ما خرجوش من الغرف ديالهم باش يعتقوا راسهم من يتقلب الباطو؟ هاد السؤال غادي نجاوبوا عليه في آخر الحلقة، ما تنساوش. الموجة من قلبت الباطو، الباطو بقى غادي وكينزل حتى وصل للقاع، وصل لمسافة 30 متر في عمق البحر. وفي هاد الوقيتة كان أوكين هاريسون في الطواليت، ومني دخل عليه الماء بقى غادي كيعوم وبقى غادي كيتقاتل وسط الماء كيقلب على شي مخرج، وما عاش راسو فين غادي حيت كاينه الظلمه والماء بارد ديال بصح. خونا أوكين بقى مقاتل حتى وصل لغرفه المهندسين، ومن الزهر اللي عنده هاد غرفه المهندسين دخل ليها الماء ولكن باقي ما وصلش ليها كامله، يعني بقات واحد متر و20 سنتيمتر وتعمر كامله. أوكين استغل هاد الفرصه وعلى الاقل خرج راسو من الماء وبدا كيتنفس الاكسجين وكيفكر اشنو غادي يدير، ولكن كانت هذه الوقيته الباطو وصل القاع. يعني أوكين هاريسون اللي بغى يعتق راسو خاصو يجمع النفس مزيان ويهبط تحت الماء ويبقى يقلب وسط الباطو على شي مخرج، وحتى لخرج من الباطو غتبقى عليه مسافه 30 متر عادي يوصل فوق البحر. يعني القضيه صعيبه ديال بصح، خاصو يكون بطل عالمي ديال الغطس باش يقدر يحبس النفس ديالو هذه المده كامله تحت الماء. وكما كيقول المثال اللي خاف نجا، خونا أوكين هاريسون ما قدرش ياخذ هذا الريسك هذا ويدير هذه المحاوله اللي قدر يموت فيها. خونا أوكين هاريسون بقوه الخلعه بقى لاصق في ديك البلاصه اللي باقي فيها شويه ديال الاكسجين ديال متر و20 سنتيمتر، يعني بقى مخرج تقريبا صدره وراسه اللي بقى فوق الماء، بقى كيتنفس الاكسجين وكيفكر اشنو غايدير وبقى حاصل تما. ولكن الخطر اللي كان كيهدو كثر ماشي غير الغرق وصافي، وانما اكسجين غادي وكينقص، ثاني اكسيد الكربون غادي وكيتزاد، زائد ان اكثر من نصف ديال الجسم ديالو في الماء بارد. يعني الا انخفضت درجه الحراره ديال الجسم ديالو قل من 35 درجه غادي يقدر يفقد الوعي ويموت. ولكن أوكين هاريسون كان كيعرف راسو ان الجسم ديالو اللي بقى داخل الماء راه غادي يبرد وغادي يموت. اشنو دار؟ بقى كيقلب تما حتى بانت ليه واحد الخشبه كبيره، جابها وطلع فوق منها وبقى فوق منها 3 ايام لا ماكله لا شراب. وفي هاد 3 ايام شاف العجب العجاب وكان غادي يخرج ليه العقل ديال بصح. تخيلوا معايا السيد في باطو غارق في عمق البحر وكيسمع اصوات غريبه اللي هي التيارات المائيه، زائد انه بدا كيسمع
الاصوات ديال الحوت اللي بدات كتدخل للباطو. الاصوات اللي كان كيسمعها حسب تصريحات ديال اوكين هاريسون من بعد كان كيقول ما كانش كيعرف واش هي اسماك القرش ولا اسماك اخرى اللي بدات كتدخل للباطو وبدات كتاكل في الجثث ديال صحاب. يعني في اي لحظه يقدر يدخلوا اسماك القرش الغرفه اللي فيها اوكين هاريسون وياكلوا. تخيلوا معايا في الظروف كامله والظلمه والبرد والاصوات اللي كيسمع والتخيلات كامله اللي كطيح لي على باله، راه يقدر الواحد يخرج ليه العقل ولا يتسطى ولا يموت غير بالخلع. 3 ايام بليلها ونهارها واوكين هاريسون وسط الباطو في عمق 30 متر ما عنده لا ماكله لا شراب وما عارفش امتى الليل وامتى النهار، وكل دقيقه كدوز عليه هو كيشوف الموت بين عينيه. ونزيدكم واحد المعلومه اللي هي مهمه، اوكين هاريسون الوقيته اللي تقل فيها الباطو ما كانش لابس حويجه الفوقانيين، يعني كان معري من الفوق، وهنا البرد غادي وكيشد ليه في الجسم ديالو. وكما قلنا ان درجه الحراره الا مشات نزلت اكثر من 35 درجه في الجسم ديال الانسان راه يقدر الواحد يفقد الوعي ومن بعدها يموت الا ما تعتقش. بعد 3 ايام ديال البحث فرق الانقاذ حدوا مكان الباطو ومشاو ليه، وهما متاكدين مليار في المية ان كل شيء اللي كاين في الباطو راه مات، غاديين هما يجبدوا غير الجثث يطلعوها الفوق. في هذه الوقيته هذه اوكين هاريسون بدا كيسمع الاصوات اللي ما مالفش كيسمعها، زائد انه بدا كيشوف الضوء ديال فرق الانقاذ اللي بدات كتضوي على الباطو وكتدخل لبعض الغرف. هنا اوكين هاريسون بغى يخرج ليه العقل، بدا كيغوت على حر جهده وكيخبط في الباطو باش يسمعوه ويجيو ليه، ولكن للاسف الغواصين اللي كانوا مكلفين بالانقاذ ما قدوش يسمعوا اوكين هاريسون في هذيك الوقيته لحقاش هما بطبيعه الحال وسط الماء. اوكين هاريسون بقى متشبت بالامان باش يبقى على قيد الحياه، وبقى كيغوت وبقى كيدير شي حركات ولكن ما قدرش يخرج من الغرفه، يعني بقى عنده واحد شويه الشك واش هما فرق الانقاذ ولا ماشي فرق الانقاذ. المهم بداو كيجيوه تخيلات، يعني بقى في بلاصتو بالخلعه بقى في بلاصتو، ما قدرش يزيد خطوه واحده، كيقول لزت خطوه واحده نقدر نموت. الغواصين في اطار البحث ديالهم لقاو اربعه الجثث من اصل 12، وهذه النقطه هذه هي اللي خلات الغواصين انهم يزيدوا يبقشوا مزيان في الباطو في عمق البحر باش يزيدوا يلقاو جثث اخرين، وهذه النقطه هذه هي اللي خلاتهم يوصلوا لاوكين هاريسون في غرفه المهندسين اللي حاصل فيها. وفعلا واحد من الغواصين دخل الغرفه اللي فيها اوكين هاريسون، وفي هذه الوقيته الغواص كان غادي يموت بالخلعه ملي شاف يد بنادم كتشد ليه من دراعه. الغواص تخلع وما فهم والو وما قدرش يعتقو في ديك الساعه ومشى عيط على صحابه وجابهم للبلاصه اللي فيها اوكين هاريسون. الفيلم ما سالاش هنا الاخوان، ملي جاو عرفوه هو الناجي الوحيد من غرق السفينه ما قدوش يطلعوه ديك الساعه لحقاش خافوه ليموت بسبب الضغط، لحقاش راه دوز 3 ايام في عمق 30 متر تحت البحر. واول حاجه داروها فرق الانقاذ انهم جابوا المسخون وخووه عليه على الجسم ديالو باش يسخن واحد شويه، وجابوا واحد الكابيني خاصه بالضغط داروه فيها عاد طلعوه الفوق، ودامت مده الانقاذ 62 ساعه. وقبل ما نختمو نرجعوا النقطه المهمه اللي قلنا لكم في الاول، وي نسيتي فاش قلنا ان المشي ديالو للطواليت في الوقيته اللي تقلب فيها الباطو كانت من بين الاسباب اللي خلاته انه يبقى حي، وعلى صحابه ما قدوش يخرجوا من الغرف ديالهم باش يعتقوا راسهم من الغرق ديال السفينه. هادو هما الاسئله اللي غنجاوبوا عليها دابا، خليك معنا. اسيدي ملي بحثنا لقينا ان مثل هاد السفن اللي مختصين في نقل البترول كيكونوا مهددين بالهجمات ديال القراصنه، لهذا انهم في الليل قبل ما كينعسوا كيسدوا عليهم من الداخل وكيسدوا عليهم من برا. من الداخل يقدر يحل عليه ولكن من برا ما يقدرش يحل الباب ديال الغرفه، حتى كيتصل بغرفه القياده وكيوركوا على واحد البطونه وكيحلوا له الغرفه الا بغى يمشي للطواليط ولا بغى يقضي شي غرض. لهذا صحاب اوكين هاريسون ما قدوش يخرجوا من الغرف ديالهم في الوقيته اللي تقلب فيها البعض. والزهر اللي كان عند اوكين هاريسون انه خرج من الغرفه ديالو ومشى للطواليط في الوقيته اللي تقلب فيها البعض، هذا هو الزهر اللي كان عنده، وهذا واحد من بين الاسباب اللي خلاته انه يبقى عايش. صحابنا احبابنا وصلنا للختام، كانت هذه قصه اوكين هاريسون الناجي الوحيد من غرق السفينه ناقله النفط. شكرا لكم بزاف على المتابعه وشكرا لكم بزاف على الدعم، حاولوا انكم تقاسموا الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الناس باش تعمل الفائده، وما تنساوش واحد ابوني ولايك وكومونتير وتشجعونا اكثر باش نقدروا نستمروا في انتاج مزيد من الحلقات. هذه تحيه سفيان سميع، السلام عليكم.